نعم يرى الجنة. نعم. ويرى مقعده كما رأى مقعده من النار. نعم. ثم لم يذهب إليه. نعم. يرى مقعده إلى الجنة. نعم. يبقى إذن بيفتح له باب إلى الجنة. نعم. ده رقم 9. رقم 10 يأتيه من ريحها وريحانها وطيبها. النعيم في القبر في نعيم حسي ونعيم روحي. الله. زي قول المولى عز وجل: فروح وريحان وجنة نعيم. الروح ده يجمع جميع أنواع النعيم والسعادة والسرور والبهجة لروح الإنسان. وريحان، الريحان ده الأصل فيه هو نبات الريحان، ولكن هو يشمل، هو عبارة عن رمز. عارف حاجة زي ما تيجي مثلا سنبورة الزيتون يقول لك ده رمز للسلام، مش المقصود بها الزيتون اللي بنخلله، إنما هي رمز للسلام. فالريحان ده رمز لجميع النعيم البدني الذي يحدث للمؤمن في القبر. وجنة نعيم تجمع النعيمين الروحي والجسدي. فجمع لك في آية واحدة، في جزء من آية، جمع لك النعيم البدني والنعيم الروحي والنعيم البدني والحب الروحي. وجنة نعيم، إن هذا اللي هو حق اليقين. بالضبط. تسبح باسم ربك. نعم. كنت الواقع. فشاهد في موضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن فيأتيه من ريحها وريحانها. أنا نام في قبري اللي الناس خايفة منه، اللي الناس زعلانة منه، اللي الناس بتقول ما تفكرنيش، لا ده أنا هفكرك، هفكرك وخليك تنبسط، وعايزك الحلقة دي تفتكرها على طول. وإحنا أصرينا النهاردة إن إحنا نعد لكم الكتالوج بتاع ال 12 نعيم الأول. كان ممكن نقول لكم من 7 ل 12، إن إحنا أصرينا إن إحنا نقول من 1 ل 12 عشان تفتكروا وتاخدهم كده باكج على بعضهم كده. 12 أنواع من النعيم بيسموها بالخليجي درز النعيم أو دستة نعيم. فيبقى إيه؟ يفتح له باب إلى الجنة. لما يتفتح باب إلى الجنة هو مش مجرد فيو، مش مجرد منظر، مش مجرد أنا قاعد بس شايف الجنة كده وكأني قاعد في مكان، لا ده أنا لازم يجيني، لأن أنا الإنسان طماع وطماع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فأنا نفسي أشوف النعيم اللي هناك ده أحس بيه، فيجيني من العطر بتاع الجنة والنعيم بتاع الجنة. عطر الجنة، هل الإنسان عنده القدرة إنه يشم رائحة الجنة؟ طبعا. ما هو إحنا قلنا فاكر حاجه دكتور عامل لما اتكلمنا عن تبدل البصر، قلنا بيتبدل 3 مرات. عند الموت بيشوف الملائكه، في ارض المحشر بيشوف الملائكه والجن، في الجنه بيشوف ربنا. فرجع البصر. فبصرك اليوم حديد. تمام كده. طيب الحاجه الثانيه بقى نفس الحكايه، تبدل الشم. انا ممكن اكون ما بشمش رائحه الجنه وانا في الدنيا، مع اني في ناس شمت ريحه الجنه في الدنيا وذكرناها في الحلقه اللي فاتت. يعني اذا الروح ينكشف عنها الحجب طبعا بعد الوفاة طبعا، فيصبح الإنسان البصر ينكشف. يبقى الجسد بس هو اللي ميت، البصر، لكن الروح ما ماتتش. على فكرة مش البصر بس، البصر ما هي الروح ما بتموتش، الروح بتنفصل، الروح تخرج. هو بيقول لك الواحد مات ليه؟ هل قال لك روحه ماتت؟ قال لك لا، خرجت روحه من جسده. خروج الروح من الجسد هو موت الجسد، إنما الروح لا تموت. واضح كده؟ الروح لا تموت، الروح تنفصل. نعم. الروح تنفصل وتفضل بقى في مستودعاتها، الاماكن خاصه بالمؤمنين. والمره الحلقه اللي جايه هنذكر بقى ان شاء الله 5 انواع من انواع الارواح اللي موجوده واماكنها فين وهتكون موجوده ايه وبتعمل فين، بتعمل ايه في المكان دوت. فالشاهد في الموضوع ان هو في الوقت دوت في اللحظه ديت هيجيله ايه؟ هيجيله من نعيم الجنه، هيجيله من ريحه الجنه. قلنا كل حاجه بتتبدل، البصر تبدل على فكره والسمع تبدل. ما انا في الدنيا ما بسمعش الملائكه، في القبر هسمعهم، وانا بموت هسمعهم. وبعدين فوق ده كله كمان الشم، انا ما بشمش رائحه الملائكه الجميله، الملائكه رائحتها جميله جدا، فهشمها وانا في القبر. انا ما بشمش ريحه الجنه، هشمها وانا في القبر. يبقى البصر تبدل والاذن تبدلت، السمع تبدل والشم تبدل والجسد تبدل، كل حاجه تبدلت. لان في حياه تانية، حياه ما نقس عليها عقولنا البشريه، العقول البشريه اللي بتقول لا ما ينفعش، لا ده الكلام ده فيه مبالغه، لا انتوا بتقولوا كلام مش صح. انا بقول كلام ربنا، بقول كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ومصدقه وواثق ومتيقن ان كل ده بيحصل فعلا، لان ما دام ربنا قال كده يبقى اكيد هيحصل كده. شايف في الموضوع؟ يبقى فروح وريحان وجنه نعيم.